السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو موجز الأنباء. شهد رئيس مجلس السيادة الانتقالية القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أمس بقيادة الفرقة الثالثة مشاشندي عقد قيران 60 زيجة لمنسوبي الفرقة، ووضع البرهان حجر الأساس لمباني قشلاق الصف والجنود، وافتتح مدرسة القيادة الثانوية بنات بجانب عدد من المنشآت الجديدة، وذلك بحضور والي ولاية نهر النيل ومدير صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بأفراد القوات المسلحة وقائد الفرقة والضباط وضباط الصف والجنود وقيادات المجتمع المحلي. رحب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو بالبيان الختامي لمؤتمر جوبا لسلام السودان واستقبال السلام، مؤكدا حرصه على تواصل الجهود لاستصحاب كل فاعل يرقب في استقرار البلاد وأمنها وتحولها للحكم المدني الديمقراطي. وجدد دقلو التزامه بتنفيذ الاتفاق الإطاري والوصول لاتفاق سياسي نهائي يؤسس لسلطة مدنية تعبر عن آمال وتطلعات الشعب السوداني وتقود المرحلة الانتقالية حتى تصل لانتخابات حرة ونزيهة. التقى وكيل وزارة الخارجية السفير ضفع الله الحاج علي وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية مسكانجو أريغا، وناقش اللقاء التطورات المرتبطة بالعملية السياسية بالسودان وضرورة رفع تجميد نشاط السودان في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تفعيلها. على صعيد متصل، التقى الوكيل مندوب تنزانيا بمجلس السلم والأمن الإفريقي السفير بوجين شيبو، وقدم تنويرا حول التطورات الإيجابية في العملية السياسية في السودان والدور المرجو من مجلس السلم والأمن الإفريقي، ودعا إلى فك تجميد أنشطة السودان في الاتحاد الإفريقي. من ناحية أخرى، التقى وكيل وزارة الخارجية سفير جمهورية جيبوتي ومندوبها في مجلس السلم والأمن الإفريقي عبد محمود، والذي أكد اهتمامه ودعمه للسودان بما من شأنه الدفع بالأوضاع إلى الأمام. وقف الوفد الصومالي برئاسة وزير الصحة علي حاج آدم أبو بكر وسفير الصومال لدى السودان محمد شيخ إسحاق إبراهيم على مستوى الخدمات المقدمة بعدد من المستشفيات السودانية، وذلك بمرافقة مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بالصحة الاتحادية المغيرة الأمين وعدد من مديري الإدارات. وقال المغيرة إن الزيارة هدفت لعكس نموذج تقديم الخدمات الطبية بشكل ممتاز وبكوادر سودانية، مؤكدا سعي الوزارة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية بصورة مرضية حتى يصبح السودان قبلة للسياحة العلاجية. شكرا لحسن المتابعة. انتهى الموجز.